فإذا عشان نوضح للمشاهد، أنت تكلمت عن وحدانية مطلقة لكن ما بتعطيك الجواب الكامل، بتقودك إلى تساؤلات كثيرة. ومن ناحية تانية وحدانية اللي احنا بنسميها الوحدانية الجامعة اللي بتشوف اكتمال هذه الصورة، أليس هذا ما تقصد؟ هذا صح. لنلاحظ أسيس نزار، اللي بيؤمنوا بالوحدانية المطلقة فقط تركيزهم على الله الخالق الجبار الذي يقاسس ويدين كل من لا يطيعه، وهو يقول كن فيكون وخلص، كن فيكون فهذا. بهذا الفكر إذا كان الله هذا كل ما في الله، هذا ببرر تصرفات المتطرفة عن بعض المتدينين، تصرفات الإرهاب إلى آخره باسم هذا الإله. أوكي، لأنه بنظره بالمنطق بتاعه هذا كل ما يعرفه عن الله. لكن ما لو اكتملت الصورة عنده بيجد أنه هذا الإله الذي يطلب العدالة هو بنفسه يمتص العدالة، هو بيمتصها في نفسه في يسوع المسيح. لكن في مفهوم الوحدانية المطلقة ليس هناك من يمتص العدالة، الباب مفتوح، ما فيش من يمتص العدالة. فبيشعر من يؤمن بهذا الفكر المحدود عن الله، بيشعر أنه بده يخدم الله ويطبق العدالة بالقوة عن الله، لو بس بيعرف أنه هذا الإله نفسه اللي بيطلب العدالة بيتمم العدالة في ذاته في شخصه بزمان ومكان بمعجزة.